أكيد سمعين عن نظرية 50-30-20، وهي الطريقة اللي تقدر تنظم بيها الراتب أو دخلك الشهري. 50 للحاجات الضرورية، 30 للحاجات الثانوية، و20 للادخار أو الاستثمار. طيب أنا كطالب هعرف إزاي أعمل أو أطبق الطريقة دي؟ عايز أقولك على حاجة، أنت كطالب ما ينفعش الطريقة دي معاك أصلا. الطريقة دي للناس اللي بتشتغل أو الناس اللي اتخرجت وردي في سوق العمل. طيب أنا كطالب إزاي أستفيد من الطريقة دي؟ انت كطالب عندك حاجتين اتنين، يا اما يكون اهلك انت بيبعتولك الفلوس او بتاخد مصروفك من اهلك، او بتاخد مصروفك من اهلك زائد انت بتشتغل اي شغل فريلانس او بدوام جزئي، فبالتالي عندك دخل شهري بشكل نقدر نقول ثابت، ولكن في اغلب الاحيان بيكون غير ثابت. بس الاول عشان نقدر نطبق الطريقه دي عايزين نقسم الطلاب لفئتين اتنين. الفئه الاولى اللي عايش مع اهله، يعني ما بيدفعش ايجار ولا فواتير كهرباء وميه وما الى ذلك، والفئة التانية اللي عايشة لوحدها أو مغتربة، وبالتالي هو مسؤول بشكل كامل عن مصاريفه. لازم الأول تعرف أنت إزاي بتصرف فلوسك. يعني إيه؟ يعني نحدد فلوسك دي متقسمة إزاي؟ متقسمة إن أنا بدفع مثلا إيجار، بدفع فواتير، مواصلات، أكل وشرب، بدفع أي خدمات تانية، إنترنت، فاتورة تليفون. لازم تكون عامل حصر لكل شيء انت بتدفعه في حياتك، وبعد كده هتقسمهم لأساسيات وثانويات. الأساسيات الأشياء اللي انت ما تقدرش أبدا تستغنى عنها، ضروريات في حياتك: الإيجار، الأكل والشرب، المواصلات، فاتورة التليفون، فاتورة الإنترنت، دي حاجات أساسية. الثانويات زي مثلا اللبس، أو إن انت تطلع طلع مثلا كده مع أصحابك الخروجات، تشتري مثلا كاميرا، تشتري مثلا ساعة، أيا كان من الأشياء اللي ممكن إن انت تقدر نسميها ثانويات في حياتك. تاني حاجة هتعملها هتقسم الفلوس ديت أو مصاريفك، وهتجيب ظرفين اتنين. الظرف الأول هتحط فيه 70%، 70% دول للأساسيات والضروريات اللي احنا اتكلمنا عليها، و30% للثانويات أو الأشياء اللي ممكن تقدر إن انت تأجلها أو تستغنى عنها. الفئة التانية من الطلاب اللي هو المغتربين، دول هيعملوا نفس الخطوات اللي فاتت مع زيادة شيء بسيط، هيزودوا ظرف كمان. الظرف ده هو للحالات الطارئة، يعني عندك ضروريات، ثانويات، والظرف الثالث للحالات الطارئة أو العاجلة. وانت بعيد عن أهلك بتحصل طوارئ وبتحصل حالات عاجلة. يعني ايه؟ يعني انت مثلا حصل لك ظرف، تعبت لا قدر الله وبقيت مريض، فبتضطر ان انت تروح المستشفى. حصل مشكلة في البيت ولازم تنقل لبيت تاني بشكل سريع جدا. حصل مشكلة في الجامعة ولازم ان انت تدفع شيء معين. حصل مشكلة مثلا في اللابتوب بتاعك، في تليفونك، ايا كان، فبالتالي مضطر ان انت تصرف شيء دلوقتي بشكل عاجل. فالظرف ده هيحميك من الظروف دي. فمهم جدا ان انت تبقى عارف ومحدد، او تقدر تكون تقول نقدر نقول كده شايف الصورة بشكل عام لمصاريفك. بعديها نقدر نقول ان انت ممكن تحط جزء للادخار. طبعا جزء الادخار ده بصراحة جزء نقدر نقوله يكون صعب شوية على الطالب المغترب، ولكن مش صعب على الطالب اللي عايش مع اهله. جزء الادخار مفيد جدا جدا، لانه هيعلمك ازاي ان انت تقدر تستقطع من مصاريفك لشيء ممكن انت خطط تقدر تعملها فيما بعد ذلك. موضوع الادخار مفيد ليه؟ مفيد لان انت ممكن الفلوس دي بعد مثلا 4-5 سنين بعد ما تيجي تتخرج تلاقي معاك مبلغ تقدر تعمل بيه شيء معين، يعني تقدر تنفذ بيه مثلا خطه، او تقدر تبدا بيه مشروع انت كان في نفسك ان انت تبداه. ولكن خلينا ننبه على نقطه مهمه جدا جدا، ان انت مش مطالب تعمل ده. انت اللي كل المطالب بيه ان انت تركز في دراستك وتنجح وتحقق هدفك من الدراسه دي. فبالتالي ركز جدا جدا على الضروريات والثانويات بس، تمام؟ وخلي بالك موضوع طبعا لامور الطوارئ لو انت مغترب برضه. ليه النهارده احنا اتكلمنا عن المصاريف وموضوع كمان الادخار؟ لان مهم جدا جدا انك تعرف ان واحده من اهم وسائل النجاح ان انت تقدر ان انت تدير المصاريف الشخصيه بتاعتك. ادارتك لمصاريفك الشخصيه هيسهل عليك امور كتيره جدا جدا. على سبيل المثال لو انت حبيت انت تبقى رائد اعمال، انت تستثمر حتى كمان وانت في سن صغير، وده هنعمل له فيديو لوحده هنتكلم فيه عن ازاي انت ممكن تبدا بزنس او انت تبقى مستثمر صغير وانت في سن صغير. ده ليه حكايه تانية، ليه طرق كتيره جدا، ولكن هنخليها لفيديو لوحده. المهم جدا النهارده ان انت تشوف الموضوع او قدراتك الماديه والماليه بشكل واضح، وتكون انت صادق مع نفسك في تحديد الاساسيات او الضروريات اللي انت محتاجها، الثانويات اللي انت ممكن تقدر ان انت تاجلها او تستغنى عنها، وكمان تقدر تشوف يعني ايه ان انا يحصل لي امر طارئ او امر عاجل واضطر ان انا اصرف فلوس ما كنتش عامل حسابي ان انا اصرفها. اتمنى الفيديو يكون كان مفيد ليكم.
استنوا فيديوهات تانية كتيرة ان شاء الله هتفيدكم على قناة توكي كامبوس. متنسوش ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. كمان لو حابين تتواصلوا معنا هتلاقوا لينكات التواصل معنا تحت في وصف الفيديو، ومستشارينا هيردوا عليكم وهيجاوبوكم على كل اسئلتكم. اشوفكم على خير دايما. كان معكم احمد سلامة من توكي كامبوس. السلام عليكم.